أسعد الله أوقاتكم بالخير مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة العراقية الرياضية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأطيب التحايا، أنا محدثكم حسن عيال، يسعدني ويسرني أن أجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت الرياضة، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عبر هذه الشاشة، شاشة قناة العراقية الرياضية، من الأحد إلى الخميس. اليوم وصل السيد كاتينيتش المدرب السلوفيني لمنتخبنا الوطني، وقاد أول وحدة تدريبية للمنتخب في ملعب الشعب الدولي بانعقاد عدد اللاعبين المضوين لتشكيلة المنتخب الوطني. المنتخب طبعا سيغادر يوم غد إلى المملكة العربية السعودية تحضيرا وتأهبا للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي ستقام هناك بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية. من المعروف أن منتخبنا سيفتتح أو سيقص شريط المباريات، مباراة الافتتاح أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 11 من الشهر الجاري، ومباراة الثانية والأخيرة ضمن هذه الدورة أمام المنتخب السعودي يوم 15. طبعا التدريبات اليوم كما أسلفت حضرتها عدد كبير من وسائل الإعلام وعدد كبير من الزملاء الصحفيين. إذا أمكن الزميل المخرج، حقيقة لدينا عدد من اللقطات الحصرية اللي سجلها الزميل عماد الركابي. هذه التدريبات التي جرت اليوم في ملعب الشعب الدولي بمشاركة عديد اللاعبين المنضوين تحت هذه التشكيلة وتحت قيادة المدرب السلوفيني كاتينيتش. هذه أول وحدة تدريبية يقودها المدرب من أرض ملعب الشعب الدولي بعد أن خاض المنتخب تدريباته في ملعب أربيل قبيل مباراته الودية الدولية أمام المنتخب الكويتي. وتبدو هذه الصورة اليوم اللافتة للنظر اللي حقيقة حضرت عليها عديد التعليقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بأن هذه الجلسة أو هذا الحضور وسط الملعب وبهذه الطريقة بدت عليها الانتقادات الكثيرة، باعتبار أن كان يمكن أن يتجاوزها الاتحاد العراقي لكرة القدم وأن يعقد هذا المؤتمر الصحفي القصير قبيل التدريبات، يعني في مقره أو في أحد الغرف اللي يحتويها ملعب الشعب الدولي، لكن يبدو أن هناك عجالة في إخراج هذا الأمر. وأيضا يعني إحنا أحيانا أيضا نجد العذر للاتحاد العراقي لكرة القدم أو للقائمين على المنتخب الوطني العراقي يعني بإخراج هذه الأمور بالصورة اللي يرغبها جمهورنا ومشاهدينا، وكأنه اتحادنا يعمل وفق منظور احترافي عالي المستوى، أو أن جميع المستلزمات يعني حاضرة للمنتخب الوطني أو حاضرة لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم لكي يخرجها بإطار جميل يرضي طموحات الشارع الرياضي أو الجمهور أو الأنصار المتابعين للمنتخب. هذه حقيقة اللقطة أو الصورة اليوم حقيقة جاءت عليها الكثير من التعليقات والانتقادات اللي طالت ما شاهدناه بحضور السيد كاتينيتش وأيضا المنسق الإعلامي للمنتخب السيد محمد خلف وأيضا المترجم الأخ علي الحسناوي. لدينا تصريح لعضو اتحاد كرة القدم السيد غالب الزاملي بشأن هذه التدريبات والترتيبات قبيل مغادرة المنتخب الوطني إلى المملكة العربية السعودية. نشاهد تصريح السيد غالب الزاملي ونرجع. كل اللاعبين اللي تقريبا تم استدعائهم استكملت اجراءاتهم بشكل كامل، قسم من اللاعبين راح يلتحقون بينا من بالمباشر يعني يكون هناك في الرياض، اما اللاعبين اللي موجودين اللي في داخل العراق وكذلك ايضا قسم من اللاعبين اللي بالخارج التحقوا الى العاصمه بغداد، راح تبدا اول وحده تدريبيه قبل المباراه في داخل ملعب الشعب الدولي. حقيقه المدرب اليوم تقريبا سعيد جدا ان يعني يكون كل الكادر اليوم متواجد، بالإضافة إلى أنه اللاعبين اللي موجودين ضمن الأندية واللي في أيام الفيفا داي راح يكونون أيضا يشتركون في هذه البطولة الرباعية. البطولة إلها فد جانب إيجابي بالنسبة لمنتخبنا الوطني، راح يكون هناك احتكاك طبعا مع
منتخبات لها دور ولها شيء كبير مثل منتخب الأرجنتين، منتخب البرازيل، لا سيما أيضا المنتخب السعودي، وهذه طبعا راح تخدم منتخبنا وراح تبين أيضا للمدرب أنه اليوم في ضمن هذه البطولة وضمن هذه التشكيلة يعني ينظر أيضا لنظرة أخرى. اليوم احنا مقبلين على آسيا، وكذلك أيضا لدينا طموح على كأس العالم. حياكم الله، عدنا من جديد. إذن الطموحات الكبيرة والعريضة لجماهيرنا برؤية منتخب وطني جاهز للمنافسات الدولية والقارية بعد هذه الدورة الرباعية الدولية التي ستقام في السعودية، منتخبنا سيكون على هبة الاستعدادات والجاهزية للمشاركة في بطولة آسيا لزعماء آسيا، البطولة هذه التي ستقام في 5 من شهر كانون الثاني من العام، بداية العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا الزميل عماد الركابي سجل ردود أفعال عدد من لاعبي منتخبنا الوطني بشأن التدريبات التي أقيمت اليوم في ملعب الشعب الدولي. لدينا تصريحين للاعبي المنتخب الوطني الكابتن سعد عبد الأمير وبشار، سنشاهد التصريحات ونرجع. كادر تدريبي أعتقد الوقت قصير، لكن إن شاء الله على الإمكانيات الموجودة وبقت هو وإمكانيته وتوظيف اللاعبين بشكل جيد. بطولة الآسيا أعتقد النسخة الأخيرة كان المنتخب قدم مستوى جيد، وصل للمباراة الشبه نهائي. أعتقد إن شاء الله راح يكون رقم صعب في البطولة، نتمنى نوصل للمرتبة يعني أعلى من سنة 2014. أكيد هذا بجهود اللاعبين والاتحاد العراقي، وننتظر دعمكم هو الأهم. في البداية أحب أشكركم جميع الإعلاميين اللي متواجدين هنا، يمكن أول وحدة تدريبية ونشوف الإعلاميين دائما هم قلبا وقالبا مع الفريق، فإن شاء الله يا ربي هاي نقطة إيجابية لنا تنحسب، إن شاء الله يا ربي يرد لكم هذا الجميل. أعتقد مكسب إن إحنا كلاعبين لما تتواجد داخل أرضك وداخل جماهيرك وداخل ناسك، أعتقد هذا شيء إيجابي. بخصوص البطولة الرباعية، أعتقد البطولة الرباعية بكل مقاييسها هي بطولة إيجابية، تعرف لما نشارك أمام الأرجنتين وأمام البرازيل وأمام المنتخب السعودي، المنتخب السعودي الآن يمر بفترات جدا مميزة، فأعتقد هذه البطولة إن إحنا كتجربة قبل خوض بطولة أمم آسيا، فأعتقد تعطينا انطباع حقيقي إن والكادر التدريبي، لأن تعرف مثل ما تعرفون الكل إنه الكادر التدريبي ما عنده غير أخاض وحدة مباراة دولية أمام الكويت، والآن راح ندخل في البطولة الرباعية. أتمنى يا ربي أن إحنا كلاعبين نعطي كل ما عندنا بحيث نعطي الصورة الحقيقية للكادر التدريبي ويطلع على جميع اللاعبين، فإن شاء الله يا ربي نكون حسن ظن الجميع وندخل البطولة بكل مقوماتنا إن شاء الله. أعتقد الآن الكل لازم يوقف مع المدرب، الكل لازم يكون إيد وحدة لمساعدة الكادر التدريبي ومساعدة اللاعبين، فإن شاء الله يا ربي إحنا أدوات عند الكادر التدريبي نقدم كل ما عندنا بحيث نجاح الكادر التدريبي حبيبي. إذن هذه كانت انطباعات لاعبي منتخبنا الوطني أو كابتن المنتخب الوطني الكابتن سعد عبد الأمير، وأيضا نجم المنتخب والمحترف في دولة إيران بشار رسن، أيضا يتطلعون إلى مستقبل واعد للمنتخب الوطني بعد هذه التحضيرات وبعد يعني أو تحت قيادة المدرب السلوفيني الجديد للمنتخب الوطني. الكل يأمل أن المنتخب الوطني العراقي سيكون على أعتاب مرحلة جديدة، هكذا نأمل كوسط إعلامي وكمشاهدين وكمتابعين محبين لفانيلة المنتخب الوطني وشعاره، ونتمنى دائما المنتخب الوطني أن يكون في أبهى صورة ويقدم لنا أجمل مستوى يليق بطموحات الشارع العريض. حقيقة اليوم لدينا محور مهم عن فريق الطلبة، هذا النادي الكبير اللي يعتبر أحد أضلاع الكرة العراقية، اللي قدم وخرج العديد من الأسماء للمنتخب الوطني العراقي، لاعبين كبار حقيقة لا نستطيع
نستطيع أن فيهم حقهم بهذه الدقائق القصيرة وبهذه العجالة على الحديث عن نادي الطلبة، هذا النادي الكبير، أو عن لاعبيه الكبار، يعني بدءا من الكابتن يحيى علوان ونزار أشرف وحسين سعيد، ومرورا بعلاء كاظم ويونس محمود، ويعني حقيقة قائمة طويلة عريضة لعديد اللاعبين المنتخبات الوطنية اللي مثلوا المنتخبات خير تمثيل، وكانت نتائجهم أيضا حققوا طموحات جمهورهم العريض، جمهور نادي الطلبة. نعم اليوم يبدو الجمهور ضئيل على المدرجات، لكن هذا الجمهور انحسر بسبب تراجع النتائج في المواسم الأخيرة لأسباب حقيقة أصبح الجميع يعرف فحواها ويعرف أسبابها الحقيقية، لماذا نادي الطلبة اليوم بعيد عن الإنجازات، بعيد عن المنافسة، أسباب كثيرة بالتأكيد اليوم راح نبحثها اليوم مع الأستاذ والتلميذ الأستاذ الكابتن يحيى علوان اليوم اللي يقود نادي الطلبة كمدرب للفريق كأحد أبناء الطلبة لرد الجميل وأيضا لقيادة الأنيق لبر الأمان، وأيضا بوجود رئيس الهيئة الإدارية أحد النجوم الكبار لنادي الطلبة اللي قدم مستويات كبيرة وكان هداف المنتخب الوطني العراقي وكان هداف أيضا نادي الطلبة على مدى سنوات طوال. سادة المشاهدين رحبوا بضيوفي في هذه الحلقة الكابتن يحيى علوان مدرب الأنيق ورئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الكابتن يحيى عفوا على كاظم، اهلا وسهلا ومساء الخير. مساء الخير. خليني ابدا من يعني ما انتهت الي تدريبات المنتخب باعتباركم اثنينكم كنتوا لاعبين منتخب وطني، وخلينا ناخذ شويه تعليق بسيط على ما يحصل اليوم للمنتخب واستعداداته وجاهزيته لهذه البطوله كابتن علي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشكرك استاذ حسن واشكر مشاهدي قناه العراقيه والبرنامج. اعتقد احنا كنا مثل ما تفضلت كنا دعم وسند للمنتخب العراقي، لأن احنا مرينا في فترات أيضا بعيدة عن الإنجازات من 2007 لحد هذا الوقت. نعم. إن شاء الله نستبشر خير بالمدرب الأجنبي واستقطابات اللاعبين المحترفين وأيضا اللاعبين المحليين. هنا راح صارت رؤية كاملة عند المدرب الأجنبي من راح يكون، أنا أتمنى يعني يحضر الدوري العراقي في كل مباراة الدوري العراقي. نعم. يعني مو بس مباراة واحدة ويغض النظر عن، لأن تدري أنت نوبات لاعب يقدم في مباراة ونوبات لاعب ما يقدم في مباراة، وتدري المدرب إلا رؤية واحدة من يشوف مباراة واحدة. صحيح. فإن شاء الله إحنا كنا كإدارة، أنا كإدارة الطلبة، كلاعبين، كصحفيين، كإعلاميين، كجمهور، خلنا نطل هذا المدرب مساحة واسعة. نعم. خلنا نسند هذا المدرب ونسند اللاعبين، لأن إحنا تدري الشعب العراقي شعب عاطفي، دائما يريد نتائج كلها ايجابيه. صح. فان شاء الله بهذا هاي البطوله اعتقد هي يعني بطوله تجريبيه، بطوله راح تحتك مع فرق يعني اعلى من عندك مستوى اذا كان بالتصنيف واذا كان في البطولات، فهذا الشيء راح يفيد المدرب ويفيد اللاعبين، وراح يعرف نقاط الضعف والقوه والمناطق واللاعبين الجيد واللاعب اللي يقدر يطبق ما يريده هو في افكاره هذا المدرب. نعم. يجوز نقطه يعني يجوز احنا على الاعلاميين يجوز شفنا الميز. نعم. يجوز يعني لو كانت يعني طبيعيه يعني بالملعب ويكون طبيعي او وراء اعلان يكون طبيعي افضل من تكون هي القاعده، فنتمنى ان شاء الله هذا هو بالعكس يعني الاعلام الحاضر هو دعم له. نعم. هو راح اعتقد راح ينقل صوره بيش اعلام بيش تمرين الاعلام العراقي المري والغير مري والمقري والغير مقري كلهم موجودين داخل الملعب متابعه المنتخب العراقي. نعم. فراح يصير عنده نظره قويه للمنتخب العراقي من خلال اليوم الحضور للاعلام العراقي ان شاء الله، وبالتاكيد هي رساله للجميع جمهور رياضي واعلام لدعم المنتخب في هذه المرحله المهمه للسيد كاتينيتش المدرب السلوفيني بعهد جديد مع المنتخب الوطني العراقي، احد المدربين السابقين للمنتخب الوطني اللي عانى كثيرا من الضغوط، واليوم تكاد تكون هذه الضغوط مشابهه للمدرب الاجنبي. تعتقد اليوم يجب أن نعطي مساحة فسحة زمنية معقولة لهذا المدرب قبل الحكم عليه وعلى أداءه وعلى يعني الوضع الخططي والتكتيكي للسيد كاتينيتش؟ طبعا الفترة الزمنية لنجاح أي مدرب هي ضرورية، يعني أنه يأخذ الفترة الكافية. البطولة اللي شارك بها هي علامة صحية كمحك كبير للمنتخب الوطني في يعني وضع برنامج التدريبي على قدرات اللاعبين في خوض هذه المباراة، راح يكون عنده رؤية واضحة. نعم. لأن المحك قوي، المحك عالي المستوى، أرجنتين، السعودية، البرازيل، راح يطيف فكرة على قدرات اللاعبين وعلى الأسلوب مالهم وطريقة اللعب، يمكن يختار المناسبة لقدرات اللاعبين، فراح تكون هذه يعني فرصة إلى كبيرة في أنه يعني يمشي المنهج التدريبي. إذا وضع منهج تدريبي يعني خلال هاي
الشهر ال 12 مو هي البطوله مال امم اسيا. امم اسيا هي راح تكون يعني عده فتره مناسبه في انه يعني يختار اسلوب مناسب يعني امكانيات لاعبينه وقدراتهم. وهذه المباراه يعني المباراه الكبيره اللي يخوض الفريق العراقي ايضا راح تعطي ثقه للاعبين لخوض الامم اسيا. تعتقد يعني بعد تجربتك مع المنتخب الوطني راح يحدث الفارق السيد كاتينيتش مع المنتخب وما على مستوى النتائج او على مستوى المشاركات الخارجيه؟ لا احنا بالبدايه يعني اكو فارق راح يصير انا متاكد يعني نعم. لانه اعتقد الضغوطات تقل يعني على المدرب الاجنبي. على المدرب الاجنبي ونتمنى له طبعا التوفيق من كل قلبنا لان هذا منتخبنا يعني اكيد. نتمنى ايضا للاعبين التوفيق في المباريات القادمه. لكنه مثل ما قلت الضغط على المدرب الاجنبي واحنا دائما نطيع اعذار يعني نعم. حتى الجمهور يطيع اعذار نعم. الاجنبي نطيع اعذار بس المحلي نلزم التواكيت ونقول احنا نتمنى الخير لفريقنا نعم. فريقنا يعني احنا كنا لعبنا منتخب وحسينا بداخلنا يعني نعم. يعني شنو تلعب للمنتخب شنو النتائج شنو تاثيرها بالمجتمع العراقي نعم. والمجتمع العراقي مجتمع عاطفي ورياضي نعم. في نفس الوقت نعم. فاعتقد ان شاء الله الله يوفقهم وبهذه البطوله يعني هي مو شرط لهاي البطوله التوفيق لكن البطوله وديه نعم تجد في شيء تبحث عنه حتى ترتب الوضع المستقبلي نعم. نعم بالتاكيد دعائنا لي وعندي شيء شغله اي يعني نعم اسمع منك اقول يمكن شلون فاتتنا يعني العالم كله عندهم هذا الميديا زون اي يعني نعم. هذا من يجي المدرب يدخل هذا نعم. اي تصريح مع الصحفيين يكون ينتظروه اي منطقه نعم هذه منطقه يحضرها عدد من الصحفيين يعني وخلون شريط يعني نعم يفصل صحيح. نعم بالتالي نعم. احنا تغيب عنا حقيقه الكثير من النواحي نعم. الاحترافيه نعم. طبعا دعائنا وامنياتنا لمنتخبنا الوطني بالتوفيق اينما كان واينما تواجد ان كان في مباراه وديه او بطوله دوليه وديه او بطوله رسميه قلوبنا تهفو للمنتخب تناصر وتشجع هذا المنتخب على مدى كل السنوات اللي حقق فيها منتخبنا الوطني نتائج إيجابية أو حتى عندما يخفق دائما حقيقة يحتاج المنتخب الوطني ولاعبي للدعم. قبل الحديث عن المعاناة المستمرة لنادي الطلبة اللي نتمنى هذا الموسم ستنتهي إلى الأبد باعتبار أن هذا الموسم بدأت الصورة هكذا بأن المستقبل واعد أمام فريق الطلبة وأمام لاعبيه وأمام إدارته وأمام الملاك التدريبي الجديد اللي تم استقطابه اسمين مهمين من الأسماء الكبيرة اللي مثلت نادي الطلبة الدكتور يحيى علوان مدربا للفريق والسيد نزار أشرف مستشارا فنيا وحتى المدرب المساعد الكابتن صادق سعدون تحياتنا إلى أيضا أحد الطاقات التدريبية الشابة. دعونا نشاهد هذا التقرير اللي أعده إن الزميل أثير باقر. نشاهد التقرير نرجع. كان لهم في الماضي الجميل حكايات تروى وقصصا تخلد وتاريخ يتعكز عليه الحاضر والغائب. إنه الطلبة الذي مر بمواسم عجاف حتى أصبح بابه مفتوح لمن يهوى التدريب بعدما هجرت جماهيره النادي والخذلان الذي أصابهم ما جعلهم يمنون النفس بتلك الأيام الجميلة والتي أصبحت في أرشيف الزمان حتى وصل بهم الحال إلى الموسم الجديد الذي توسم به خيرا كادر تدريبي مميز ولاعبين على مستوى العال ليصبح الفريق خليطا متجانسا ما بين الخبرة والشباب. البداية كانت مخيبة للآمال التعادل أمام الديوانية والخسارة تجاه أربيل ونقطة وحيدة من الحدود حتى جاءت ومضة الأمل أمام القيثارة الخضراء عندما خرج بنقطة ثمينة كون الخصم يمتلك كوكبة من اللاعبين جلهم في المنتخب الوطني. تيسر الحال للفريق وبانت علامات التفاؤل على محيى الجماهير والكادر التدريبي بأن ينهض الفريق ويعود إلى سكة الانتصارات. فهل سيتمكن الأنيق من العودة إلى سابق عهده؟ سؤالا يكون جوابه في المباريات القادمة. لبرنامج بيت الرياض أثير باقر. شكرا للزميل أثير باقر لعدنا هذا التقرير وكان عن أوضاع نادي الطلبة ومسيرته في الموسم الحالي لدور الكرة. نعم
قد تبدو البداية كانت متعثرة، لكن يعني عندما يشاهد أي إنسان منصف ومحايد لما قدم فريق الطلبة خلال المباراة الأربعة الماضية اللي تعادل فيه ثلاث وخسر واحدة لم ينل الفوز حتى الآن، لكن يشاهد هناك بالفعل يعني نقطة ضوء في أداء هذا الفريق، وأيضا من خلال القدرات التدريبية الكبيرة للسيد يحيى علوان وأيضا الكابتن نزار أشرف وأيضا المدرب المساعد صادق سعدون، مدرب حراس المرمى الكبير عماد هاشم حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق، وأيضا مدرب اللياقة البدنية الدكتور ضياء ناجي، تحياتنا لهم وأمنياتنا لهم بالتوفيق مع الطلبة، وإن شاء الله يكون موسم مميز الدوري الحالي اللي يشاركون به. كابتن يحيى خليني أسألك، يعني جمهور الطلبة يحتاج بعض الصبر على نتائج الطلبة بعد أربع مباريات لم يحقق فيها الفوز حتى الآن. والله طبعا الطموح موجود، نعم، يعني احنا كفريق في انه يعني نبدي بالتصاعد بشكل كبير، خاصة يعني احنا فريق جديد يعني يعتبر، لانه لاعبين يعني تقريبا 90% 95% هم لاعبين جدد، نعم، ما اخذنا الفرصة في اللعب داخل العراق، يعني احنا لعبنا بالاردن لكنه كان مهم جدا ان نلعب اكثر من مباراه قبل ما ندخل تقصد المعسكر التدريبي اللي سبق طلعت الدوري. نعم توفقنا بالمعسكر التدريبي، لكنه اعتقد الاجواء الحراره الانتقال دخول بالدوري مباشره، يعني ما اخذتوا اي مباراه محليه؟ لا ما اخذنا اي مباراه، يعني احنا شويه بدينا شويه متاخرين، هذا كان يعني شوي له تاثير كبير. الجمهور حقهم يريدون فوز، يريد يفرح، يريد ينتصر، لكن انا ان شاء الله يعني اطمئن الفريق انه يعني للمستقبل اكو هناك ان شاء الله نتائج كبيره للفريق، واحنا بدنا نمشي على هذا الاساس في سبيل انه الخشيه من البعض تاتي بان الفرق اللي يعني قابلتها في بدايه الدوري لم تكن تلك الفرق الكبيره، يعني فرق خلينا نقول في المناطق الدافئه دائما يعني تعيش او تتواجد في المناطق الدافئه، لكن مع ذلك الطلبه لم يحقق انتصار، يعني نتحدث عن الديوانيه ونتحدث عن الحدود على سبيل المثال. صحيح، يعني هذا الشيء موجود، يعني احنا خلال المباراة يعني كان الطموح كبير في انه تحقق نتيجة جيدة، نعم، لكن هناك كان يعني تواجهنا ببعض التعثر من يعني قدرات اللاعبين وامكانياتهم، يعني اكو هناك يعني ماكو هناك استمرار بالاداء بشكل كبير، نعم، يعني عكس مباراتنا مع فريق الشرطة الاخيرة كان اكو عطاء مستمر متواصل، نعم، للفريق، وهذا طبعا بي اكو كانت اسباب، يعني اسباب منها يعني قد يكون يعني ما طول للفرق حقها في يعني في الأهمية، يعني يكون يهتم بالمباراة، يكون يعتقدها مباراة سهلة، اي يعتقدها مباراة مع هذه الضغوط الكبيرة اللي على نادي الطلبة اللي تحتاج يعني ان يقتنص يعني اي نقاط. احنا عندنا اسماء بس هاي الاسماء يعني بعد كانت ما مندمجة بشكل كبير، انا كنت يعني اراهن بشكل كبير على يعني زيادة المباريات نستفيد منها بشكل كبير، نعم، يعني وبالفعل يعني لعبنا احنا عدة مباريات خارج الدوري من خلال الدوري موجود، لكن لعبنا مباريات لان احنا محتاجين الى جانب الانسجام ومعرفة اللاعب مع بعض، تستفيد من فترة الاستراحة، يعني انت معرفة اللاعب يعني مو، نعم، بس تاخذه بالفندق تعرفه وتنزمج وياه، لازم تعرفه داخل الملعب، نعم، تعرف يعني قدراته وامكانياته، حركة اللاعب، الانسجام الموجود داخل اللاعب، نعم، سحول المرونة التكتيكية الموجودة لازم يعني انه يستقبلها بشكل جيد. المباراه الاخيره يعني اعطيت انا يعني بصراحه اعطيت واجبات صعبه للاعبين، يعني وتفاجأت بها انه نفذوا هاي الواجبات بشكل يعني التنظيم الدفاعي ادوه بشكل عالي جدا. بالبدايه كان هذا من مثل ما قلت لك يعني ماكو الانسجام شويه غايب عن الفريق، نعم، اصبح اكو هناك عطاء، اكو لاعبين قاموا يبرزون بشكل كبير، قدرات يعني ما متعرفين عليها قبل نعرفها، كلما المدرب يعني يخوض مباريات ويدخل بالدوري كلما يتعرف على اللاعبين، نعم، كلما يعطي افكار جديده، يعني يعرف اللاعب عنده هاي القدرات وامكانيه، فاعتقد مباراه الشرطه ان شاء الله تكون فاصل ان شاء الله الفريق في الانتقال الى ان شاء الله يعني النتائج الجيده ان شاء الله. كابتن علاء، اكثر شخص اليوم في نادي الطلبه يتعرض للضغوط هو الكابتن علاء كاظم رئيس النادي، باعتبار انه نجم سابق، باعتبار انه اليوم هو المتصدي للمهمه الاولى في هذا النادي. الجمهور قد جمهور الطلبه يسال سؤال، ما الذي سيتغير هذا الموسم؟ الكابتن علاء كاظم
ما الذي يعد به هذا الجمهور حتى يثق بقدرات الفريق ويثق بسياسة إدارة النادي؟ أستاذ حسن، هي مبينة من بداية تعاقدات مع الكادر التدريبي واللاعبين، أعتقد هي وضحت رؤية كاملة إلى جماهير الطلبة، خصوصا استقطبنا لاعبين على مستوى عالي، إذا كان من لاعبين الخبرة وإذا كان لاعبين شباب وإذا كان لاعبين يعني أعمارهم بين الخبرة وبين الشباب. فنادي الطلبة ومن خلال التعاقدات ومن خلال الأجواء المناسبة اللي وفرتها الهيئة الإدارية، هو المعسكر التدريبي اللي كان في عمان والكادر التدريبي والمباراة التجريبية، طبعا هذا الشيء هو هذا واجبنا. بس احنا قبل سنتين احنا ما طالعين، تدري احنا الجمهور يعرف والشارع يعرف، وانت في بداية حديثك كله تعرف الطلبة يمر بضائقة مالية. الضائقة المالية هي مو مثل ما يطوك، الضائقة المالية هو الميزانية مالتك 788 مليار، فهاي 788 مليار مع المليارات، العفو مليون مع المليارات الموجودة مع الفرق ما تقدر، يعني ماكو اكو فارق يعني شاسع، ماكو عدالة بالمبالغ. فاحتياجي احنا نبات بهاي المبالغ نبحث عن لاعب على قد امكانياتنا. بس انتم هذا الموسم استقطاباتكم بحقيقه كانت مهمه، حتى مهمة. اسماء مهمه. ها من صارت المليارين، مليار للطلبه ومليار للبناء مال قرار امان عام مجلس الوزراء، وايضا شغلنا على الجامعات الاهليه، مع جلستي مع وزير التعليم العالي والاخ الدكتور عرزوقي والاخ الوكيل العلمي دكتور سلام، كل جامعه 5 ملايين، راح اعتقد هاي 60 جامعه تكون 300 ملايين. من يكون عندك مبالغ يصير عندك مساحه واسعه للتعاقدات، يعني تقدر تشتغل على لاعبين انت اشوف بهم المكان المناسب. الكابتن يحيى اعتقد، والكابتن نزار والكابتن صادق والكابتن عماد والكابتن ضياء، كانت الخيارات هو الاستاذ يحيى والكادر التدريبي مع ايضا مع التشاور مع الهيئه الاداريه. بس انه اي لاعب كان الا موافقه الكادر التدريبي. انا هسه قدامك ماكو لاعب يدخل من ورا الاداره، هذا سياسه عمل النادي. يعني تريد تقول انه اللاعبين اليوم اللي يمثلون الطلبه كلهم باختيارات الكادر التدريبي؟ انا اي مدرب يعني مر على الطلبه، يعني اذا اجيبها من كابتن غني والكابتن ايوب والكابتن راضي تركت لهم هذه المساحه. يعني كلهم هاي المساحه يدرون، يدرون على كاظم ما يتدخل بالامور الفنيه، فقط الامور الاداريه. فالكابتن يحيى احنا حتى من جينا بدايتنا استاذ حسن جبنا كم لاعب، يعني احنا ما ندري شنو الظروف الماديه. بس تعاقدنا انا اقول لك من اعطونا الدفعه الاولى، يعني هي الدفعه الاولى بسيطه بس شويه حركت. وثانيا تدري انت اللاعب بس يدور على رزقه، هذا ماله حقه. فالدفعه الاولى المشينا بها اللاعبين، صار اكو لاعبين قام يجون لنا الطلبه. فهذا الشيء خليني يعني اصيغ العباره كانه انتم عدتوا جسور الثقه مع عديد اللاعبين، لان بصراحه نسمع احنا اللاعبين يقول لك انا للطلبه ما اروح. صح هذا كلام. لا انا ادري هذا الكلام، انا حاكي حتى تدري انت كل الاعلام، لان الظروف الماديه نوبات ما تخليك ما تساعدك. فاللاعبين صارت عندهم ثقه متبادله، فاغلب اللاعبين اجوا اعتقد هم كانوا ماخذين دوري، اذا كان بالزوراء واذا كان بالشرطه واذا كان بالجويه واذا كان بالفرق الاخرى. فصارت الاستقطابات بشكل جيد، بتخطيط جيد، كل لاعب وين يلعب يا مركز يلعب. كانت جلساتنا دائما متواصله كل يوميه بالتعاقد مع اي لاعب، بالتشاور مع الكادر التدريبي، هذا يفيد هذا ما يفيد، وايضا على قد امكانياتنا، يعني ما تجاوزنا السقف بين هذا اللاعب يعني نعطيه اكثر من اللاعبين الباقيين، لا كل واحد اعطيناه على قد امكانيته وعلى قد امكانيه النادي. وطلبنا من هذا الموسم من اللاعبين والكادر التدريبي بان تكون نتائج ايجابيه، نكون من ضمن الناس تنافس على الدوري، وهذا من حقنا وطلبه. وانت مثل ما تفضلت هو من 4 الفرق الجماهيريه ويستحق ان ينافس بالتأكيد. وهذا الجمهور اعتقد الغاضب او الضغوطات اللي تصير على الاداره والكادر واللاعبين، اعتقد هم نوبات حق الجمهور. بس نوبات لازم يصير جمهور واقفه من يشوفون اكو فريق واكو يعني مثل ما تقول اكو فريق واكو لمسات. هو يقول لك احنا الصبر نفذ، يعني هاي مواسم عديده، موسم يجر موسم، الطلبه بعيد عن المنافسه. يعني مثلا يجوز قبل موسم، هذا الموسم الفاضل قبل احنا كنا الثالث على الدوري، اجينا بعدين صرنا 14. اعتقد احنا نقول هسه عن الدور الاسباني، احنا دائما هسه نقول من ياخذ الدوري؟ ريال برشلونه في 18 فرق، شو تقول؟ مثلا سبيل المثال هسه انت تعطيك جوز تقيس اكو انديه هسه بالعراق، انا ما اريد يعني اجيب اسامي، يعني من 2003 اللي هسه كل الانديه عدا الزوراء كلهم ماخذين دور واحد.
اذا تلقى الرئيس الجويه او الشرطه او اي نادي النفط الوسط ماخذين دوري واحد. جمهور الشرطه لا يزعل عليك يقول لك احنا اخذنا الدوري لموسمين لا ما حسب هذا موسم انتهى لان هو كان للشرطه بس تدري لغى الدوري بس القصد موسم واحد والجويه موسم واحد القصد مال ثاني مو يعني مع احترامات الفرق كان احترام كل الفرق لان انديه قويه وانديه بس قصدي انا تريد تقارن من 2003 لحد هاي الفتره شوف عدد نادي الزهراء اعتقد بهالفتره 15 مواسم. عام لا يعني قصدي ثلاث مواسم اخذ يعني تقريب فتره الادارات الموجوده أربيل اخذ اربع مواسم والنفط الوسط اخذ له دوري توك اخذ مره توك اخذ من عندنا يعني نهائي 2010 كان كابتن يحيى موجود هو المدرب فهذا الموسم ان شاء الله يعني انا اتمنى من جمهور الطلبه يعني اللي يحبون الطلبه حتى اللي ما يحب الطلبه يعني ما يحب يجوز الاداره او ضد الاداره بين هذا فريقهم شلون احنا بنقول منتخب العراق ومنتخبنا يعني تتبدل اسماء اللاعبين وتتبدل اسماء المدربين تتبدل الادارات لكن الجمهور يبقى واحد ويبقى حبه اكيد للانين فقط انوه بان الساده المشاهدين يمكن مراسلتنا عبر الرقم اللي يظهر اسفل الشاشه الرسائل فقط مره اخرى اؤكد دون اتصالات والرسائل يعني ان تذكر الاسم ويعني حتى نقدر نعرف بالاسم ومضمون الرساله. كابتن يحيى يعني معاناه الطلبه اللي على مدى السنوات الماضيه البعض يقول بانها يعني كان احد اسبابها العامل التدريبي باعتبار ان اليوم من ينظر الى جدول الدوري يجد ان فرق يعني شبيهه بظروف الطلبه مثل الكرخ هذا الموسم او فريق الكهرباء في الموسم الماضي يعني لاعبين عقودهم لا تتعدى يعني عقد لاعب واحد في الفرق الاخرى عقود جميع اللاعبين لكن مع ذلك شاهدهم يعني تقدموا الى امام التسلسل وحصدوا مراكز تليق بمسعاهم واجتهادهم الطلبة ليش بعيد أول شيء ليش ما يحقق نفس النظرية صحيح اول شيء ملعب التدريب هذا مهم جدا يعني توفير ملعب تدريب يعني اكو فرق مثلا عندها انديه ملاعب تدريب عندها يعني هذا عامل اساسي مهم يساعدها على العطاء بعدين احنا كفريق يعني ما نقدر مثلا يشبهنا بالفرق الاخرى احنا الهدف مالنا حتى اذا طلبه يعني مهما كان اللاعب ماله اللاعبين مالته تنظر تقول على المنافسه تنظر على المنافسه يعني اكو فرق عندها طموح يعني بسيط يمكن تلعب على هذا الطموح وتنجح على هذا الطموح. اكو فرق الطلبة لا يلعب على طموح اكبر من عنده. يعني رغم انه قد تكون متهيئة الامور له اكثر فهو طلبة، هو اسمه طلبة. صحيح. يلعب في يلعب بتاريخ على طموح على تاريخه وعلى الطموح الكبير اللي يعني اللي يجي. فالظروف اللي مرت فيها يعني احنا عشنا مع الاخ ابو امير يعني شفنا المعاناة الكبيرة يعني اللي يعاني بها. يعني نادي الطلبه في بعض الاحيان كان يعني ما يسلمون مستحقاتهم طبعا هاي تاثر قد يكون فريق بسيط انت تقول عليه وطموحاته ولاعبيه يعني في مستوى لاعبي الطلبه مثلا او اقل من مستوى الطلبه لكن عندهم استقرار استقرار نفسي واستقرار كابتن يحيى بدي اسالك من تعيش التجربه يعني الان انت من صرت اصبحت قريب على الاداره وقمت تشعر بالمعوقات الكبيره اللي تواجهها اداره النادي او النادي بشكل عام تختلف عن نظرتك وانت بعيد عن بالفعل صحيح يعني احنا نسمع كثير يعني من نجوم الطلبه يواجهون انتقادات مو اريد يعني ما اريد ادافع على ابو امير ولا هو مثل ابني الله يخليك يعني ما اريد ادافع عليه بس فشيله نشوفه بعيننا يعني يعني احنا رايحين سوى للوزير يعني معالي الوزير رايحين سوى على الامور مبلغ يجي يدفع المبلغ كامل مثلا يعني ما قدم الفريق خلال اربع مباريات يعني فنادق راقيه يعني مواصلات ملاعب جيده يعني كل متوفر للنادي بشكل يعني كبير جدا يعني جيد وهذا طبعا يعني اعطى للفريق في الشخصيه حتى الدفعه الاولى يعني الدفعه الاولى ايضا يعني احنا دخلنا يجي استاذ يحيى يحكي يرتع كلام خير احنا دخلنا قلنا الدفعه الاولى تكون جاهزه للاعبين والقاده التدريب بين يكون حتى ما عندهم اي
يعني مو حجة يعني هذا يعني شلون عندنا الثقة بين اللاعبين يستلم دفاع ويعني ويدري سادي حياة الوزارة مطتنا المبالغ الكاملة يعني لحد الآن بس استلفت أنا مبلغ من أصدقائي ومشيت كل عقود اللاعبين بالدفعة الأولى والبعد ما مستلمين يعني حتى نقدر نوفي العالم فهاي الدفعة الأولى أعتقد كان هو رئيس سادي حي وساد نزار بين من يدخلون حتى اللاعب يقدر يسوي له الثواب والعقاب ويقدر يعني أعتقد هي هاي هم يعني شون هم الأمور الناجحة يعني خليني يعني أيضا أتحدث معاك بصراحة يعني واحدة من الأشياء اللي تنتقد بها إدارة النادي هي كثرة تعاقب المدربين على الفريق وأنت حضرتك كنت لاعب مع المنتخب مع نادي الطلبة واحدة من أهم أسس النجاح العمل هو الاستقرار التدريبي حتى تعطي المدرب مساحة زمنية معقولة يثبت أفكاره وأيضا اللاعبين يهضمون هذه الأفكار تعتقد فعلا تتحملون جزء من هذا التقصير إن سميناه تقصير وقوعكم تحت ضغط الجماهير اللي دائما الطالب بإقالة المدربين أنا أيدك بهذا الكلام لأن الموسم الفات أعتقد هو أنا تكلمت أمام كل القنوات بالمؤتمر الصحفي للجرينال الأستاذ يحيى بين إحنا الآن تعددت كثير من المدربين هي الضغوطات مو بس الضغوطات الجماهيرية الضغوطات المالية نبغى تدري أنت من أنت تجيب مدرب على مستوى عالي فعندك المبالغ حتى من طلع المدرب إذا المدرب بنتائجه يعني أنت ما تقدر تطلع المدرب ماكو واحد يطلع مدرب نتائجه مو زينة فالنتائج المو زينة العام والضغط الجماهيري اللي كان دائما يعني أنا يعني الضغط الجماهيري أنت ممكن الكرة القدمية فوز وخسارة وتعادل أنت من تخسر تروح أنت على الإدارة أو المدرب يعني حتى لو ما يصير حتى على اللاعب يعني اللاعب ما يقول اليوم هذا ما أدى أو ما اليوم مثلا فلان ما سجل هدف أو فلان الدفاع اليوم ارتكب خطأ يعني دائما بالواجهة المدفع هو الإدارة أو الكادر التدريبي بالخسارة الفوز ينحسب أيضا للاعبين الكادر بس احنا قاعد اقول لك العام لا احنا اخطأنا وانا واحد من الناس انا احترف الخطأ بالتغيير الكثير للكادر التدريبي تحت ضغوطات اني اكثر شيء هي استوعبت الدرس لانه اني بعد ثلاث جولات هذا الموسم اشعرت ايضا الكادر التدريبي الحالي او الملاك التدريبي الحالي ايضا تعرض الى ضغوط كبيره بل هناك سرت اشاعات بان مباراه الشرطه ستكون المباراه الاخيره للملاك التدريبي بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد أنت لازم يطلع عن طريق اللجنة الإعلامية أو عن طريق هيئة إدارية هذا ما طالع أنا أقول أن الإدارة استوعبت الدرس طبعاً طبعاً وساد يحيى يجوز إحنا ما يعني ما متفارقين يعني ولا يوم يعني ورا كل مباراة نقعد حتى مباراة الشرطة أعتقد قعدنا بالتسعات يعني أنا وياه الكادر التدريبي يعني قعدنا بالفندق نسولف بالفريق كله والنقاش على الفريق ووضع الفريق وتدريب الفريق وين وصلنا وذا مرحلة حتى متكلمنا مع اللاعبين بالجلسة قلنا لهم نعتبر المباراة الشرطة هي المباراة الأولى احنا بحساب خاضين ثلاث مباريات تجريبية وهاي المباراة راح ندخل بها هي المباراة الأولى للشرطة طبعا انت احنا التواصل كل واحد يحكي على مزاجه يعني راح يجيبون فلان بس انت من تقول لي مثلا المدرب حاسم للإدارة أقول لك لا المدرب مثلا يعني سامع من اللجنة الإعلامية لا اللاعبين نفسه والدليل الفريق بالشرطة كان أفضل من ثلاث مباريات يعني لو كانت أكو إشاعة للمدرب خروج المدرب أعتقد حتى اللاعب يصير عنده مثلا لا سامح الله يصير عنده إحباط يقول لك يعني كابتن يحيى بكرة مستقيل طالع فإحنا يعني نلعب ما نلعب يجي غير مدرب يعني مثلا هاي تفكير اللاعبين بس هذا الموضوع ما وصلنا بين إحنا عندنا ثقة للكادر التدريبي وزرعنا الثقة من أول ما جلسنا أول يوم قلنا بأن الكادر التدريبي يستمر بالنتائج تكون إيجابية أو سلبية لأن إحنا نريد يصير سياق العمل والعمل استقرار. يكون منتظم واستقرار 100% من يجوز سادي حيا فكرة بعيد يعني أنا يجوز يعني أكو كلمات سمعتها خلال الاجتماعات المتكررة مع الكابتن يحيى يقول هذا ما طول أكو يعني عرقلة في بداية الدوري يقول راح يكون أكو استقرار بالنهايه يعني بنهايه مو نهايه الدوري لان الدوري تقصد التعثرات ممكن ان تفضي الى تطور يجوز سادح يجوز فايز فوز فوزين او ثلاثه يجوز احنا ما نحصل للريده او احنا نفكر به كخادر كاداري وكادر فني بس يجوز هاي المباراه قطت اهميه قطت درس للاعبين التفكير للمدربين اكثر بين شلون راح نقدر نجوي المباراه الفريق الجماهيري او الفريق غير جماهيري يعني انا يجوز سمعت الكادر دي ولا تربيل بين الفريق كله مسترخي نازل للفوز يعني مسترخين بين الفوز يعني مخلينا بجيبهم وراح يروح هذا ما نقلوا ليال كادر تدريبي يعني اللاعبين عايشين لان يعني عندهم ثقه بنفسهم واللاعبين كلهم لاعبين على مستوى عالي
فمن نزلوا تفاجأوا بالمباراة. فهنا الدرس مثل ما تقول صار يعني استيعاب حتى للاعب. نعم. احنا ترى احنا ما ننجح للكادر الإداري ولا الكادر الفني، احنا بالكادر اللاعبي باللاعبين. صح. نجاحنا من اللاعبين. اذا اللاعب كان زين والادوات هي اللي نجحك. نعم. والدليل انت ماكو فريق اذا ما كانت ادواته ناجحه ما تنجح الاداره. نعم. هذا يخليني اسال كابتن يحيى علوان. نعم. اليوم شنو اللي تحتاجه حتى فريق الطلبه يظهر بالصوره اللي انت ترضى عنها كمدرب كبير وترضى عنها الاداره وترضى عنها الجماهير؟ والله الوقت، أنا مو أقول لك الوقت يعني فقط الوقت، يعني ما تحتاج اليوم أدوات لاعبين مميزين أو لاعبين سوبر كما يقال، لاعبين محترفين. أنت اليوم بهذه المجموعة، إحنا عندنا لاعبين ما شاركوا بالمباريات، يعني كل لاعبين عندهم قدراتهم كان يعني جيدة. أمجد وعبد القادر يعني موسى لاعبين جيدين. موسى لاعب عندنا أيضا ما شارك. ثلاث لاعبين. شنو تحتاج؟ أنا مدرب تكتيكي. نعم. يعني مدرب تكتيكي أحتاج الى قراءة اللاعب. نعم. من خلال المباريات واعطي حلول، يعني هاي طبيعة لنجاح فريق الطلبة اللي هو عاش حياته كلها فريق الطلبة على جانب الجانب التكتيكي، يعني احنا كنا قبل نفوز تكتيكيا. نعم. فهذا اللي هو هسه موجود بنادي الطلبة، يعني مو مجرد احنا مثلا نلعب كرة طويلة وخلص الكرة وتعال وهذا، لا، هي بينت يعني البارحة أكو واجبات مثل ما قلت لك، أعطيت واجبات للاعبين، واجبات صعبة لكن نفذوها بشكل صحيح، صار أكو هناك استيعاب. يعني عندك ثقة اليوم بهذه المجموعة من اللاعبين اليوم اللي يدربون تحت إيدك واللي أنت اختاريتهم قادرين على المضي بالمنافسة؟ إن شاء الله قادرين إن شاء الله. خليني أقرأ مجموعة من الرسائل قبل أن نذهب. عندنا أيضا تصريح لمجموعة من الزملاء الصحفيين، حقيقة رسالة مهمة وصلتني لكن دون اسم. يقول الحل الوحيد لإنقاذ الأندية من الضائقة المالية هو بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة وتطرح الأسهم في سوق بغداد الأوراق المالية وتتحول إلى قطاع مختلط ثم خاص، وكذلك الاتصالات. ما تخليني اكمل الرساله. المهم يعني احنا اليوم واحده من مبادئ التراخيص الانديه هي ان تتحول الى شركات، وبالتالي موضوع الشركات هو الحل الاوحد والانجع لخلاص الانديه من الضائقه الماليه، والى ان دائما الانديه حقيقه تبحث عن ممول او تبحث عن ما يسد يعني رمق بقائها في دوري الكرة. رسالة يعني الاتصالات حقيقة ما بدها تخليني أتواصل بشكل الاتصالات عفوا. عندي رسالة من الأخ يقول أنا من ربيعة، ليش ياسر قاسم ما يرجع؟ ليش ما تقرأ الرسالة؟ احنا موضوعنا مو ياسر قاسم، موضوعنا اليوم الطلبة. رسالة أيضا، أنا من مشجعين نجف وإن شاء الله الطلبة يرجع أحسن وأحسن. هاي الروح الرياضية العالية، يعني هو حقيقة الطلبة وكل يعني معظم الفرق اللي تركت بصمة كبيرة في سجل الكرة العراقية أنصارهم ترى مو يعني متواجدين في بقعة معينة أو في منطقة جغرافية، تتوزع جماهيرهم إن كانت في جميع محافظات العراق أو حتى خارج العراق. يقول الطلبة اللي خرجت حسين سعيد هداف آسيا والعرب وعلاء العملاق والسفاح يونس، حرام يا وزير انقذوا الأنيق علي البديري من الديوانية. هذا من الديوانية أيضا يعني متعاطف مع فريق الطلبة. أيضا رسالة أخرى يقول كابتن أتمنى أن تكون صادق في عملك هذا الموسم وأتمنى عودة الأنيق من جديد، وأخاف نفس القضية تعاد علينا في كل المواسم بالمرحلة الثانية وأضراب اللاعبين بسبب عدم توفر المال، وهذا ما يحصل للفريق في كل موسم مع بداية المرحلة الثانية. أخوك رائد الباوي من بعقوبة. شوف تنوع الرسائل يعني من كل المحافظات، طبعا محبين للطلبة. يعني بالتأكيد السنة إن شاء الله يكون الموسم مختلف تماما عما سبق من المواسم الماضية، وإن شاء الله الأني قادر على العودة ويلبي. لازم يكون صح حسن تكاتف أيضا من الجمهور. يعني شنو التكاتف الجمهور من إحنا شلون هسه الجمهور؟ نعم. يعني لازم يكون ضغط، يعني أنا مو أقول أضغط على وزارة التعليم العالي، لازم من الجمهور من يعرف هاي القضية، فلازم يوقفون مع الإدارة حتى يحصلون أموال من عن طريق الوزارة. هذا القصد. نعم. وصل يعني فكرة للجمهور. نعم. رزاق محمد هذا من العمارة أيضا، والله ما جاي أختار يعني بشكل عشوائي، يعني رسائل كأنها متسلسلة، يعني قرأت من الديوانية ومن بعقوبة والآن من العمارة. يقول سؤالي هو الطلبة الآن بدون ملعب
من دون الفرق الجماهيرية وكذلك بقية الفرق كلها تملك ملاعب باستثناء الطلبة والفريق فاقد اللياقة البدنية بكل المباريات، ولا يوجد انسجام بين اللاعبين. أعتقد يعني قد تكون هذه الانتقادات لاذعة الدوري في بدايته. وبالنسبة للملعب بالتأكيد يعني الطلبة يستحق أن يكون إلى ملعب حال حال الملاعب الأخرى. سؤال للكابتن يحيى علواني، يقول ليش ما تنزل أمجد كلف ومصطفى جودة؟ يلعبون المباريات القادمة. إذن بالمباريات القادمة. يلعبون بالمباريات القادمة. السلام عليكم، استقطابات نادي الطلبة أعمار كبيرة لا تستطيع اللعب لشوط واحد. لا هذا مو صحيح، أصلاً إحنا عندنا لاعبين شجعان وثبتوا نفسهم في مباراة الشرطة، يعني قدراتهم وإمكانياتهم كبيرة، بس مثل ما قلت لك الوقت. نعم. الوقت بس مو وقت كبير يعني. يعني شنو أقصد الوقت؟ المباريات اللي راح تجي. نعم. هي العامل الاساسي في حتى خبره انا زين حقيقه رسائل كثيره جدا تصلني. رساله ايضا جميله يقول ارجو منك حسن اريد عرض رساله واريد رقم شيخ المدربين كابتن يحيى علوان مشجع طلابي. كبرك كابتن يحيى، هذا سماك شيخ المدربين بعدك شباب. الاخ يقول اني مشجع طلابي ابن الاعظميه، اني عاشق يحيى واتمنى من كابتن علاء يستقر على يحيى لانه مدرب جيد. تحدثنا عن هذا الموضوع وان شاء الله الطلبه يعني مقبل على عهد جديد بالنسبه للاستقرار على المدربين. سلامي للكابتن علاء كاظم، الطلبه قادم بقوه. اني على سليمانية من شان يلعب، ما رسالة حقيقة مو واضحة، بس المهم يقول أنا من سليمانية، هذا تأكيد الكلام لأنه الطلبة جمهورة من كل المحافظات. رسالة أخرى قبل أن أذهب للاستطلاع، يقول اتصالات حقيقة عديدة ورسائل كثيرة. الأخ زمان عامر حامد من سامرة يقول رمضان شلونك استاذ حسن، سلامي الى المدرب القدير يحيى علوان والاخ الكابتن علاء كاظم. سؤال حول فريق الطلبه، حول نتائج الفريق، شنو اللي يصير بالفريق؟ عامر حامد من سامره، ان شاء الله النتائج تتحسن. خلونا نشاهد ما الذي قاله عدد من الزملاء الصحفيين بحق مشوار الطلبه حتى الان في منافسات دوري الكره. نشاهد هذا الاستطلاع ونرجع. الطلبة أكيد في هذا الموسم مختلف على مستوى نوعية اللاعبين، على مستوى المدرب، أعتقد حتى الإدارة وضعها أفضل، رغم أن البداية متعثرة، لكن أنا أعتقد يحتاجون إلى الصبر قليلا لأن المدرب يحتاج إلى الوقت، اللاعبين أيضا يحتاجون إلى وقت حتى يهضمون نقول الأسلوب. أعتقد مباراة الشرطة راح تكون نقطة انطلاق بالنسبة للفريق، التعادل مع الشرطة أعتقد نقطة إيجابية تصب في صالح هذا الفريق. أعتقد أن المباريات المقبلة ستكون أفضل حالا للطلبة رغم أنه لم يفز حتى الآن، لكن البداية بدأت الآن، معنويات اللاعبين عالية، المدرب أيضا يشعر بقوة الآن بعد هذا التعادل المهم والثمين. علينا أن نفكر أن المستقبل قد يكون للطلبة إذا استمر بنهج صحيح وسانده المشجعون وسانده الجميع، لأن الطلبة فريق كبير وأحد أضلاع يعني الكرة العراقية وأحد البارزين فيها، فنتمنى دائما أن يكون بعافية لأن عافيته هي عافية للكرة العراقية. الحقيقة احنا قبل بدأت انطلاق الموسم الكل كان متفائل انه الان يقعد الى وضعه بعد، خصوصا شفنا الحضور الجماهيري في اغلب الوحدات التدريبيه، عوده الملاك التدريبي اللي هو ابناء النادي هم اليوم من خيره المدربين، وبعض الاسماء الجيده اللي استقطبها الملاك التدريبي. لكن بالرغم هذا انا اعتقد هي البدايه غير ملبيه للطموح الاداره ونادي ومحبين هذه الطلبه، نتمنى ان يعني مثل ما يقول يكون على الجروح تكون السبب او الخلل وين، من اجل عوده الفريق الى منصات التتويج الى المراكز اللي تليق بهذا الفريق، وان شاء الله اعتقد الامر بيد الاداره والملاك التدريب ان شاء الله قادر على العوده باقرب وقت. بالتاكيد يعني كل امنياتنا ان يعود نادي الطلبه الى سابق عهده كونه واحد من الفرق المهمه الكبيره، الفرق الجماهيريه الاربعه، ويمتلك قاعده جماهيريه كبيره وتاريخ كبير ايضا. الحقيقه الخلل نادي الطلبه هو الخلل، يعني هناك زعزعه بين في الثقه بين الاداره واللاعبين وايضا الجماهير الحقيقه بسبب الظروف الماليه اللي يعاني منها. كل امنياتنا انه
يعني تهتم وزارة التعليم العالي بهذا النادي، نادي تاريخ كبير وعريق ويحتاج إلى يعني بوادر يعني وحسنية في التعامل مع الإدارة من مسألة المادة، باعتبار أن الأندية الجماهيرية أو الأندية بصورة عامة تحتاج إلى أموال يعني مخصصة، أموال ثابتة لتعرف الإدارة كيف تتعامل مع الأموال الواردة إليها. على أريد أختم معاك، يعني أنتم مع الضائقة المالية اليوم عندكم استحدثتم ألعاب عديدة بالنادي، أريد يعني إجابة موجزة. الألعاب يعني أعتقد هي كرة الطاولة والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى وكرة الصالات. نعم. أعتقد الدراجات، هاي الفرق يعني بدون مبالغ يعني. نعم. بس بدون مبالغ. بدون مبالغ. نعم. بس إحنا نعطي التجهيزات كاملة لهذا الفريق و. يعني لكل الفرق تجهيزات نعطيها، كلنا نوفر كل التجهيزات. الفريق الكرة الطاولة يعني كرة المنضدة أعتقد راح هو يصعد على النهائي، راح يصعد. نعم. إن شاء الله راح تكون البطولة أيضا في تونس إذا الله صعد، إذا نعم. الله وفقه في النهائيات. نعم. نتمنى لكم التوفيق رحلة الطلبة هذا الموسم، ونتمنى التوفيق للمدرب الكبير الكابتن يحيى علوان، وإن شاء الله يثبت الأنيق أنه أنيقا في الأداء وفي المستوى ويرضي جمهوره ويرضي طموحات أنصار العالم. إن شاء الله. بالتأكيد. حقيقة لابد لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمن شاركنا في هذه الحلقة، الشكر لجميع من رسلنا، ما قدرت أقرأ رسائل كثيرة حقيقة وصلتني، قرأت العدد المسموح به من ضمن الوقت المتاح. الشكر الجزيل لكم أحبتي على حسن المشاهدة، شكر الفريق العامل هنا معي في الاستوديو، وشكري أنا معد ومقدم البرنامج حسن عيالي، أمل أن ألتقيكم يوم غد بذات التوقيت، حتى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.